السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم النهاردة في فيديو جديد ان شاء الله بإذن الله. النهاردة انا جايبة لكم كبسولات حلوة جدا للتخسيس. الكبسولات دي تحفة قوي قوي. الكبسولات دي جوزي جربها وجابت نتيجة حلوة جدا معاه، وانا حبيت ان انا اقول لكم عليها. جميلة جدا، بتحسسك بالشعور بالشبع، بتسد الشهية. حاولي تستغليها في اخر اسبوع في رمضان وهتجيب معاكي نتيجة كويسة عشان جسمك يبقى سمباتيك كده ان شاء الله على العيد. يلا بينا نشوف ايه الكبسولات اللي احنا استخدمناها دي وجابت نتيجة حلوة معانا. يلا بينا. الكبسولات دي اسمها بيرون، وده شكل العلبة بتاعتها. الكبسولات دي عبارة عن ردة، يعني هي اصلا الكبسولات فيها ردة، والردة احنا عارفين انها بتسد الشهية وبتحسسك بالشعور بالشبع. جميلة جدا، يعني لو انت بتاكلي رغيفين في اليوم هتخليكي متاكليش غير نص رغيف، بتحسسك بالشعور بالشبع وكمان بتخسس الجسم بسرعة جدا جدا. طبعا بتتباع في الصيدلية وهتلاقيها متوفرة عند اي حد، بتجيب نتيجة كويسة جدا. وبقولك ان شاء الله جوزي جربها وجابت نتيجة حلوة جدا معاه، فانا حبيت ان انا اقول لكم برضو عليها. جميلة جدا جدا، بتخسس بطريقة رهيبة، هتشوفيها بنفسك وهتشوفي يعني بالظبط اسبوعين وهينزل 15 كيلو من جسمك. تمام. اسمها زي ما قلنا بيرون اهي. لو انت حابة تجيبيها جيبيها وان شاء الله هتستفادي بيها وهتجيب لك نتيجة كويسة قوي. لو انت ما بتحبيش الوصفات وعايزة نتيجة سريعة وسعرها مش غالي، هي تقريبا ب 15 جنيه او ب 10 جنيه. جميلة جدا جدا، هجيب معاك نتيجة كويسة ان شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى ان شاء الله ان تستفادوا بيه وان شاء الله يجيب معاكم نتيجة كويسة. وصدقيني جيبيه وهتجربي، هيسد الشهية وهيخليكي تحسي بشعور بالشبع تماما، مش هتجوعي ابدا، وهيخسس جسمك 15 كيلو. حبايب قلبي ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، شيروه لاصحابكم عشان يستفادوا، واستنوا لي فيديو جديد وصفات جديدة مع جيجي كل حياتي. باي باي.